السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله طاعاتكم وأكرمكم بليلة القدر وجعلكم من العتقاء. نصح عالم فاضل جزاه الله خيرا وقال: كيف ندرك ليلة القدر؟ نصح قائلا: من اليوم بإذن الله تعالى يبدأ العشر الأخير الذي بشرنا به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن فيه ليلة القدر، فلنغتنم هذه الليالي ولنبدأ من مغرب اليوم أولا بصدقة مهما قلت، ولنتيقن أنها تعادل صدقة 84 سنة. ثانيا، الاتصال بالوالدين لكسب رضاهما وطلب الدعاء منهما، أما من فقدهما أو أحدهما فليدعو هو لهما بالرحمة والمغفرة. ثالثا، المحافظة على التراويح قدر الاستطاعة. رابعا، صلاة ركعتين بنية قيام الليل وإطالة السجود والدعاء وطلب الفوز بالجنة والنجاة من النار. خامسا، ورد ثابت، استغفار، صلاة على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وما أوصانا به سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. سادسا، الدعاء والإلحاح قبل الفجر بالفرج والمغفرة والرحمة والشفاء والفوز والعتق من النار لجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سابعا، التذكير والتنبيه لأكبر عدد من الأصدقاء والأهل بإرسال مثل هذه النصائح، مثل هذا التسجيل، وربما كان هذا التذكير سببا لفوز الكثير، ويكون ذلك بصحيفة من نشر وأرسل. اللهم تقبل منا أجمعين، واكتبنا من أهل ليلة القدر، واجعلنا من العتقاء، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.